عليكم، مرحبا بكم في القناة. نرحب كاع المشتركات اللي راهم يشاهدوا فيا. اليوم راح ندير لكم حلوة بزاف بنينة وخفيفة ما فيهاش البيض، اقتصادية وسهلة. عندي 125 غرام تاع الزبدة الطرية ورشة تاع الملح، 125 غرام زبدة ورشة تاع الملح. رايح نضيف عليهم 3 ملاعق كبيرة من السكر الناعم ونص كاس تاع الزيت. زدت نص كاس تاع الزيت، ورايح نزيد مغرفة صغيرة تاع لافان. دائما الحلويات اللي فيهم الزبدة والزيت يجوا بزاف خفاف، مام هذه فيها المايزينا. نخلط كاع المكونات مع بعض، خدموهم مليح باليد، ولا بغيتو ديروا الباتيغ ديروا الباتيغ، تنجمو تخلطوها بالباتيغ. لازم هاد المكونات كاع يتخلطوا لنا مليح. نزيد ملعقة كبيرة ونصف تاع المايزينا اللي هي النشا، نشا الذرة، ملعقة كبيرة ونصف. نلم كلش ومن بعد نبدا نضيف الفرينة الخاصة بالحلويات تي 45. نضيفوا الفرينة بالتدريج، ما نديروش كمية كبيرة، مع نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلوى. نصف ملعقة صغيرة خميرة الحلوى، ونبدا نضيف الفرينة بالتدريج ونجمع العجينة بلا ما نعجنها، نجمعها فقط، ما لازمش تخلوها تتلصق، لازم تلموها مليح باش الحلوى يعني من بعد كي تقلوها من المول ما تتكسرش معاكم، ما تكونش تتلصق، ما تكونش يابسة. نلمو كاع العجينه اللي تكون كاع في الوعاء، نجمعوها. العجينه هذه لازم تخلوها ترتاح، خلوها ترتاح في الثلاجه قبل ما تحطوها في المول تاع السيليكون. هنا بالنسبه للمول تاع السيليكون ديروا في اي مول يكون عندكم، المهم من الاحسن يكون فيه فقط ثقب في الوسط باش من بعد هذاك الثقب ديروا فيه المعجون. ونلمها، ما تكونش كيما قلت لكم تتلصق وما تكونش يابسه، يعني تشد روحها تكون مليحه كيما تاع الصابلي. بهاد القوام نغطيها بكيس بلاستيكي ولا في ساشي، نحطها في الثلاجة ترتاح، ومن بعد ان شاء الله نجيبو لي مول تاع السيليكون. انا درت هذا الشكل، المهم يهمش الشكل، المهم يكون فيه ثقب في الوسط، لانه الشكل من بعد راح نرمدو في جوز الهند ما حش يبقى يبان. المهم المول يكون فيه ثقب في الوسط، ما تبغيش ترمدهم في ما تبغيش عفوا ندلهم في الوسط معجون تاع المشمش، ترمدهم برك في المربى وجوز الهند معليش، دير اي مول ما يكونش فيه ثقب يعني عادي. انا برك باش ديروا الكونفيتور استعملت ثاني هذا تاع التاج، انا عندي هذا لي مول تاع التاج الحجم تاعو صغير. الحلوى هذه ما فيهاش البيض، هذه للناس اللي ما ياكلوش البيض. راني ندير لكم في القناه مره على مره حلويات بدون بيض، كاين بزاف ناس ما ياكلوش البيض، كاين اللي عندهم حساسيه، كاين. المهم نحطوا الحلوى طيب في الفرن، كي تتحمر لنا من التحت نشعلوا عليها شويه تتحمر لنا من الفوق، يعني عسوها ما تديش وقت كبير في الطياب سينو تتحرق لكم، يعني غير شويه وعسوها وما تقلعوهاش من المول. اسمحوا لي اذا قلت لكم الحلوى تخلوها حتى تبرد، حتى تبرد تماما باش تقلعوها من المول باش ما تتفتتش ولا تلصق لكم. اللي قلعتوها مباشره غير تخرجوها تقلعوها تتفتت، ما تديش وقت في الطياب. هذه الملاحظه الاولى اللي نقولها لكم باش ما تحرق لكمش، يعني عسوها ما تقلعوهاش من المول تاع السيليكون حتى تبرد، ومن بعد كي تبرد رمدوها في المربى تاع المشمش وجوز الهند، وهذاك الفراغ اللي في الوسط رايحين نديرو فيه المربى تاع المشمش. الا رمتيهم في الكونفيتور مثلا تاع الفخاز ديري لهم في الوسط الكونفيتور تاع، يعني على حسب الكونفيتور اللي انت اللي بديتي تبغيه، كل واحد ورايه يعني في الاول. اللي تبغي ما ديرش لافاني في العجينه دير قشور ليمون ادير. المهم هذه هي النتيجه تاع الحلوى تاع اليوم، حلوى بدون بيض، جوز الهند والمربى، بزاف بنينه
وخفيف. ان شاء الله تعجبكم. شكرا لكم على المتابعة.